السلام عليكم أعزائي الطلبة، اليوم تكملة لمحاضرتنا عن السيل ممبرين. وصلنا سابقا إلى الأكوابورين، خلصنا وعرفنا شنو هي الأكوابورين، واليوم راح نبلش بالممبرين كانال. خلنا نعرف شنو هي الممبرين كانال، القنوات الغشاء. تعريفها هي كانال أو بور، فتحات ذات of structure protein structure، تركيبها بروتيني. That facilitate the translocation of molecule or ion across membrane through the creation of central aqueous canal in the protein. هي شنو؟ تركيبها بروتيني، تسهل عملية نقل الجزيئات الموليكيول أو الأيونات عبر الغشاء الخلية، خلال خلق of central aqueous canal، يعني creation تخليق قنوات مائية مركزية in the protein. This central canal facilitate diffusion in both direction depending upon the direction of central gradient. هذه القناة راح تساعد على الانتشار باتجاهين، يعني in both direction، يعني شلون تدخل الى داخل الخلية وتخرج الى خارج الخلية. اوكي. Specificity of canal for iron or molecule in this function of the size and charge of substance. خصوصية الكنال، يعني خصوصية الأيونات أو الجزيئات، is function، يعني تعتمد على function of size، يعني function of the size، حجم الوظيفي والشحنة من المواد، فوظيفة المواد حسب الحجم والشحنة. The flow of molecule، flow of molecule، جريان هاي الجزيئات خلال القنوات. Can regulate by various mechanism، يعني هاي الجريان هاي الجزيئات خلال القنوات راح ينظم بواسطة ميكانيكيات مختلفة. That result in opening or closing the passageway، يعني هاي الميكانيكيات راح تسوي لنا نتيجة that result in نتيجة شنو، تفتح أو تغلق المجرى، الطريق المجرى مالت القنوات. هذا ما يتعلق بالممبرين كانال، يعني هو راح يسيطر على دخول وخروج الايونات حسب ميكانيزم خاصه. هسه الايون كانالز، ايون كانال فاسيتيت ذا ديفيوجن اوف ايون ثرو بايوجيكال ممبرين. هذا هنا من ايون كانال، يعني راح يسهل لنا عمليه انتشار الايونات خلال الجدار الحيوي. اوكي. ممبرين ترانسبورتر are distinguished from canal because they catalyze the movement of ion and molecule by physiological binding to the moving the substance across the membrane. مثل ما عرفنا شباب، transporters are distinguished from canal by catalyze the movement of ion، يعني هنا النواقل راح تميز من القنوات بواسطة تحفيز نقل الأيونات والجزيئات بواسطة شنو، الارتباط الفيزيائي by physical binding إلى to and moving، يعني إلى وحركة السبستانس المواد across the membrane، يعني إلى ونقل حركة المواد خلال across خلال الممبرين. هسه هناك مصطلحات اسمها يونيبورترز. اليونيبورترز، what's the meaning of يونيبورترز؟ transport a signal molecule at the time، يعني هنا نقل جزيئي واحد في وقت واحد. يونيبورت، نقل جزيء واحد في وقت واحد. السيمبورترز استيمليت نصلي transport two different molecule in same direction، يعني هنا راح تحفيز على نقل جزيئات جزيئين اثنين
مختلفات باتجاه واحد. same direction باتجاه واحد. antiporters transport two different molecules in opposite direction. يعني antiporters راح هنا ينقل جزيئات اثنين مختلفة باتجاهين معاكسين. يعني هسه عندنا اليونيبورتر نقل جزيئي واحد في وقت واحد، السيمبورترز هنا نقل جزيئين مختلفين باتجاه واحد، الانتيبورترز لا نقل جزيئين مختلفين باتجاهين معاكسين. The action of a transporter divided into two classification. هاي الفعاليات تنقسم إلى تصنيفين. Passive mediated transport also called facilitated diffusion. يعني passive mediated transport يسموه أيضا facilitated diffusion. يعني النقل السهل and active transport النقل الفعال. Membrane receptor. هسه وصلنا الى الريسبترات الجدار membrane receptor to receive and pass chemical or physical signal. هنا شنو هاي membrane الريسبترات؟ يعني المستقبلات الموجودة على جدار الخلية. اوكي شباب، هذا شنو وظيفتها؟ تستقبل وتمرر الاعازات السيجنالز الاعازات الفيزياوية والكيميائية. Cell are equipped with receptor protein. الخلية راح تتمدد مع مستقبلات البروتين. Many of these integral membrane protein in the plasma membrane where they receive signal from their surrounding. يعني بصورة عامة يقول لك هاي مستقبلات راح تنقل الإعازات وتمررها الإعازات الكيميائية والفيزيائية، تنقلها من الخارج الخلية إلى داخل الخلية. هسه وصلنا إلى insulin receptor. The receptor of hormone insulin belong to the family. يعني ينتمي إلى عائلة one helix receptor. These molecules bond the membrane with only one helix, alpha helix. هذه الجزيئات يقول لك هنا هو الريسبتر خاص بالهرمون الانسولين، ينتمي لعائلة الالفا واحد ون الف ون هيليكس ريسبتر. هذه الجزيئات راح تمتد الى الممبرين with only one الفا هيليكس. هنا شنو شغلة؟ مثل ما عرفنا سابقا الانسولين راح يعني يرتبط بالانسولين ريسبتر وينقلنا الإعاز عن طريق الجلوت فور الى النواقل ويدخل يعني الإعاز الكنال يقوم بادخال الجلوكوز. اوكي بميكانيزم ندوخكم بها كمرحله ثانيه. الان نيكوتينيك اسيتايل كولين ريسبتر. ماني ريسبتر اوف ترانسميتر فانكشن از ليجاند جيتد كنال. يعني معظم الريسبترات خاصه بالنيورو ترانسميتر النواقل العصبيه وظيفتها ليجاند جيتد كانال، يعني هي قنوات بوابية خاصة بمن بالأيونات الكترولات أو الالكترولايت Na الصوديوم والبوتاسيوم and or كالسيوم أيونات. These one that have been studies in greatest deals with nicotinic receptor for acetylcholine. المهم هاي الأسيتايل نيكوتينيك أسيتايل ريسبتر هي ريسبترات خاصة بالنيورو ترانسميتر النواقل العصبية، وظيفتها عملية نقل الأيونات البوتاسيوم والصوديوم وأيضا الكالسيوم أيون. وإذا ندرس بصورة عامة تفاصيل نيكوتينيك ريسبتر، يعني هنا ريسبترات نيكوتين للأسيتايل كولين. سابعا سفن هيليكس ريسبتر. A large group receptor span the membrane with alpha helix 7 time. هنا يقول لك هذا هاي الجروب يكون كبير. Large group of receptor أكبر
جروبات الريسبتورات الموجوده تمتد موجوده وين على الغشاء الخليه، وتمتد وياهم with الفا هيليكس 7 تايمز 7 مرات. These are known 7 helix receptor via their effect domain. They bind and active trimeric protein which is termed bind hydrolyzed GTP and therefore called G protein. Most G protein is termed activate inhibit enzyme that create secondary signal molecules second عن طريق تحفيز راح يرتبط ويفعل الترايميريك بروتين which is turn راح يتحول turn bind and يعني راح يتحول ويرتبط ويسوي لنا هيدرولايسيس المن للجي تي بي وراح يكون يعني اندر فور كولد ايضا راح اخيرا وايضا راح يسموه جي بروتين. اغلب الجي بروتين استيرن and اكتيفيت راح يتحول ويتفعل او يثبط الانزيمات اللي راح تكوننا شنو تخلق لنا السكندري سيجنالينج الاعازات الثانويه للموليكيولز جزيئات صحوا السكندري مسنجر. هذا فيما يتعلق بالسيفن هيليكس ريسبتور. اخيرا التي سيل ريسبتور. The T cell receptor plays central role in activation of T lymphocytes. هنا T cell receptor تلعب دور مهم في فعالية T lymphocytes الخاصة بالخلايا المناعية. إلى هنا تنتهي محاضرتنا المتعلقة بال cell membrane. إن شاء الله نكون قد وفينا بمعلوماتها وإن شاء الله نلتقيكم في محاضرة قادمة. شكرا جزيلا لكم متحدثكم مدرس مساعد أمير فاضل الطعمة ماجستير كيمياء سريرية. تحياتي لكم.